ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين يخلد ذكرى السابعة لمسيرته السنوية بحملة إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي. تخليد بحسب القائمين على الحملة جاء نتيجة للظروف الصحية التي تعيشها البلاد والتزاماً بالإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين مسيرته هذا العام التقات لأسباب هذه الجائحة اللي انقالها كورونا اللي عمت العالم كامل، وهي المسيرة السابعة وارتآوه الميثاق عنه معدل مسيرة افتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسيرة إلكترونية وتحت شعار الإصلاح العقاري ضمان للتنمية والمساواة. الحملة الإلكترونية المخلدة للمسيرة السنوية السابعة للميثاق تتناول هذا العام القضية العقارية تحت شعار الإصلاح العقاري ضمان التنمية والمساواة، باعتبار أن الإصلاح العقاري عملية تستهدف دعم المزارعين والرفع من مستوى الاقتصاد الوطني في المجال الزراعي. هون اللي نتكلموا عن هذا الشعار له وذا المطلب الوطني اللي هم جميع الموريتانيين، معنا أننا نتكلم عن مطلب عنده بعدين، بعد قانوني اللي هو إنصاف الضحايا خصوصا ضحايا العبودية العقارية، وبعد اقتصادي لا يخلينا نستغل ذي الأراضي استغلال يضمن أن الاكتفاء الذاتي في المواد الزراعية، ويخلينا مولي نقدر نقضوا على ظاهرة الأحياء العشوائية في المدن ونعودوا قدام تنمية متكاملة من ناحية العمران، متكاملة من ناحية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في المواد الزراعية. وكانت اللجنة الإعلامية للميثاق قد نشرت في 22 من الشهر الجاري بياناً أكدت فيه إلغاء المسيرة السنوية التي كان من المقرر تخليدها في 29 من إبريل 2020، وذلك بحسب ما ورد في البيان حرصاً على حماية وتعزيز الجهود الرسمية والأهلية الرامية إلى الوقاية من تفشي مرض كوفيد-19. ودعا ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين كل الوطنيين إلى التعبير عن الالتزام الجماعي العام في إطار وطني إلى نصرة المظلومين والمهمشين وحماية حقوق مكونة الحراطين في استغلال أراضيهم وتمكينهم من الاستثمار فيها بشكل مباشر.